أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم، 10 درجات مئوية، الملموسة 8 درجات، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسود أجواء مستقرة لكن باردة نسبيا، 18 درجة مئوية في سكاكا الصغرى 6 درجات، عرعر 17 إلى 8 وتبوك 18 إلى 4 درجات مئوية. المنطقة الغربية تشهد أجواء غير مستقرة، زخاترة عديدة من الأمطار في مدينة جدة 30 إلى 22، مدينة منورة 25 إلى 16، مكة المكرمة زخات من الأمطار 28 إلى 18، والطائف 22 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها 21 إلى 9، الباحة 18 إلى 10، وجازان 28 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 26 إلى 12، حفر الباطن 22 إلى 7، والإحساء 26 إلى 13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 25 إلى 12، بريدة 20 إلى 9، وحائل 16 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.